السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. نتمنى أنكم تدعموا القناة ديالي باشتراك وديروا البصمة، أي لايك، وما نكرهشكمش ديروا لي كومنتير. اليوم غندير معكم لا بات ا بيتزا، اي عجين بيتزا. عندي 300 غرام دقيق ابيض، 180 غرام ماء دافئ، ملعقه صغيره خميره الدار، خميره خبز، ملعقه صغيره سكر، درت هنا ملعقه صغيره الملح في الدقيق. عندي هنا تقريبا 3 ملاعق كبيره زيت زيتون. عندي هنا الزعيطرة، غندير الزعيطرة هنا في العجين. بالنسبة للسكر، والخميرة غنديرهم هنايا، نخليهم تقريبا ربع ساعة هنا في الماء. وبالنسبة للزيت غنضيفه هنا العجين، نشوف الماء لكان دافئ شوية، ما خصوش يكون طايب لان الا كان طايب راه غيخسر لنا الخميره. دابا دافئ، نضيف الخمير ونخليهم ربع ساعه. كيف قلت لكم كاين اللي كيخليهم قطر، ولكن ندير ربع ساعه فقط، الوقت اللي تتفاعل عندنا الخميره هنايا. هاد الوقت غنخلط انا هاد الزيت مع الملحة والزعيطرة، لا كتبسوها فقط هكذا. مرت ربع ساعة الخميرة، هانتوما شوفوا الزيت كامل ولا في الدقيق هانتوما. المهم دابا غنضيفو بشوي بشوي، غنضيفو هاد الماء ونعجنو. نضيف الباقي، نخدم العجينة مزيان ونخليها تخمر، خلوها تقريبا ما بين ساعة وساعة هانتوما، ونخليها تخمر. نخلطها مزيان، وتخلوها تخمر هكذا وتغطوها. عندي البصل، جزارة، فلفل حار قطعته، قزبر ومعدنوس، وغادي نضيف الملح والبزار فقط، وغادي نطيبهم هنا في زيت الزيتون. غادي نخليه يتقلى مزيان البصل والمكونات الاخرى، ونخليه يبرد عاد غنعمر به العجين. ها العجينة ديالنا خليتها تقريبا ساعة، غادي ندير هكذا رشة الدقيق، وغادي نحيد منها الهواء هكذا، وغنجمعها هكذا، وندير الدقيق هنا على الميدة باش نحطها. نفقوا من الدقيق هكذا، نديرها بحال على شكل خبزة،
غندير لها المنفض، نطلقها بالمنفض هكذا ونطلقها. صافي هو هذا السمك ديالها، غنقطع بالقطاعة هكذا. ندير هنا مطيشه، صوص مطيشه هكذا. هنا عندي البصله، جزره حكيتها، عندي الفلفله حاره مزود هكذا قطعته، عندي قزبر ومعدنوس والزيت البلديه، الملح والبزار. المهم غادي نعمر بها هكذا من الفوق هكذا بيتزا صغار. عندي هنا اللحم، ها هو درته في المقله مع الزيت العود مع الزيت البلديه ها هو، والملح والبزار، وقطعته ها هو. غندير هكذا شويه هذا اللحم البقر. عاد غندير فوق منه الجبن المبشور. جبن موتزاريلا. كل شيء طيب، صغر العجينة طيب من الأسفل. بالنسبه لهذا العجين درتو هكذا بحال المستطيل، غادي نشرط هكذا. ندير هذا فرماج هذا ديال الساندويتش، ندير شويه اللحم هنا. ندير فوق منه الفرماج. غادي نطويها. هكذا. ثم لاحظوا كتجي هكذا. هادو سميتهم. غنصوبها هكذا نلصقها وندير لها البيض، ندهنها بالبيض هكذا. هنا مزيان وندير لها حبوب الشيه. حبوب كيقول لهم حبوب الشيه، هما غاليين بزاف. انا غندير هكذا شويه فقط ونحطها في الطاوله. هذا بحال مربع، غنضيف ليه هنا هكذا، غنضيف اللحم هانتوما، غنضيف ليه فرماج هكذا، جبن مبشور هكذا،
وناخذ هاد القنيتات هادو نجمعهم هنا ناخذو وهاد القنت مع هاد القنت ثم لكن الزيتونه ديروها هنا. المهم كتشدوا هاد الجنيبات هكذا كديرهم هكذا يولوا بحال الورده. ها هانتوما هادي الورده كتجي باينه الا كان العجينه شويه قاسحه هكذا وكتحطوها. ومن بعد غندير لهم بيض هكذا نديرها على طول شويه كشوي ماشي بزاف ديال الفرماج ندير لها هكذا قطع نجمعو لها الحواشي هكذا تجمع مزيان تجمع مزيان باش ما تحلش ندير لها هكذا الشكل على شرط باش كنقلب. ها انتوما ندير الثاني نعمر هذا هكذا ندير هاد الفرماج فقط هاد القطعة الأخرى هانتوما غادي نشرطو هكذا يتحل شوية هانتوما لاحظو هما محلولين وغنحطهم فوق من هذا بالطبع غنسد 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 بالموس هكذا هكذا نضغط عليه نخليه حتى يخمر وندير ليه الملح ديال البيض فوق منه نقدر ندير تا السمسم اي جنجلان هكذا المهم شكيلات كل مره شكلو في شكل ندير ما تبقى هو هذا ديو كامل هنا فرماج الا ما عندكمش هاد الفرماج تقدروا ديروا الفرماج جبن مثلث غادي نشرط هادو هكذا نجمع العجين هكذا ومن بعد ندير ليها سميتو البيض تاع هي كامل غنديرها بحال شكل لي شوسون هما صافي هادشي اللي بقى درت ليها هكا وغندير ليها هكدا غنحلها من هنا هكدا ندير ليها كنسدها صافي درت ليها هكذا ودرت ليها هكذا تقدر دورها هكذا ودير ليها هكذا هذا الشكل تاعو زوين
ديروا الزيتونه هنا اللي كاين عندكم، ومن بعد ديروا ليه البيض حتى هو. دابا خمروا، غندير لهم محل البيض. ها انتم هذه بحال المحنشه، ندير لها السمسم، داك الجنجلان اللي كنقولو حنا في المغرب، كنقولو الجنجلان حنا هكذا. ندير حتى لهادي ها هي، ونكمل الكميه كامله. ناخذ المقص وندير ليه هكذا هكذا، صافي. دابا خمرت، غندير الفران